انضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور دوميت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي. دكتور، أهلا بك ومرحبا. هل تتفق مع القول بأنه من المستحيل حدوث ارتدادات يعني خاصة بهذا الزلزال المدمر، قد تكون أو تصل خطورتها لخطورة الزلزال نفسه في اليوم الأول؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي بدي أقوله هذا الموضوع ككوكب، انه اليوم كوكب الارض كله بخطر، كل ما في منطقه امنه نهائيا. ليه؟ لانه دخول المذنب الاخضر، ما يعرف بنجم ابو ذنب بالعاميه العربيه بيعرفون هالدخول، هالمذنب الاخضر باول شباط بالمجموعه الشمسيه، بالقرب من المجموعه الشمسيه، بكل تأكيد هو المسؤول الأول والأخير عن مجموع الهزات اللي صارت كلها، بين في زلزال والهزات بعد منها. يعني بعطي مثل بسيط، أول يوم قبل أمس كان في عنا هزة بلبنان بمنطقة المتن، وتر 3.8 درجات على مقياس ريختر، ما إلى أي صلة بزلزال تركيا. واليوم بنابلس كان عندنا هزة قوتها 4.4 درجات الصبح، كذلك ما لها أي تأثير أو أي علاقة بزلزال قبرص. الهزات اللي صارت بالولايات المتحدة، والهزات اللي صارت بروسيا، والهزات اللي صارت على حدود الصين بأفغانستان، هذه كلها راجعة سببها لتأثير الضغط الخطير جدا، والضغط العالي بالجاذبية اللي عم بيطلقها، جاذبية تبادل الجاذبيات بين الكواكب، وهذا شيء خطير جدا. كل دخول لكوكب جديد، بما معنى بالأحرى المذنبات الضخمة، عندما بتدخل مجال الأرض والمجال الكواكب الأخرى، سيكون لها بكل تأكيد تأثير خطير جدا. إذا ما ناخد التاريخ شوي، من 100 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة، المنطقة العربية ككل، والمنطقة والإيران والباكستان والهند والصين، كانوا يعرفوا بس يفوت مذنب ويبين بشكل ما معين، أو يعرفوا جاي مذنب، كانوا يعرفوا أنه جاي الزلازل، وكانوا يعرفوا أنه جاي الحروب والفيضانات. نعم، يعني دكتور دوميت، ما تقول بأن ما شهدناه من زلازل، أو ربما كما قيلت وأذيعت بأنها تبعات ويعني ارتدادات لزلزال كهرمان مرعش في تركيا، ليس له علاقة بما حدث من زلازل في فلسطين، في بيروت، وكل هذه الأمور؟ ابدا ولا اي علاقه نهائيا. هيدي ما اسباب مجيئها في نفس التوقيت دكتور دوميت، واللي صار بروسيا، واللي صار بالولايات المتحده الامريكيه، واللي صار على حدود الصين، هودي كلهم زلازل او هزات ارضيه سببها تاثر كوكب الارض بطاقه الجاذبيه للمذنب الأخضر، ورح يضل تأثيره على كوكب الأرض لآخر الشهر بكل تأكيد. يعني بعد شهر من الآن سنشهد استقرار أكبر فيما يخص أكيد الزلازل. بعد هالفترة بيصير في استقرار، والخطر الأكبر إنه نحن لحد اليوم بدول الشرق الأوسط، بدول المنطقة، بعدهم بيفكروا شو بدهم يعالجوا النتيجة بعد، وما تعاملوا بعد بجهوزية المواجهة. المفروض يكون في جهوزية للمنطقة كلها، كل البلديات، لكل المدن وكل القرى، ينعمل مسح شامل من قبل الدولة اللبنانية، أو من قبل الدولة السورية، أو من قبل الدولة المصرية، أو دول المنطقة العربية، أو دولة التركية، كلهم ينعمل مسح شامل ليشوفوا في الأبنية قديش عندها درجة تحمل للزلازل. أنا بعطي معلومة ما بيعرفوها، المنطقة اللي صار فيها الزلزال، المناطق التركية والمناطق السورية يلي هي بحدود 20 ولاية يلي انضربوا بشكل كتير كبير، معظم هالمناطق هي مبنية عندهم بنا بدون عواميد وبدون أساسات، بناء بدائي جدا، وكل هالعالم كانت نايمة الساعة 3 ببيوتها هربا من الثلوج والصقيع والموجات البرد والأمطار، نايمين جوا بقلب بيوتهم مسكرين. إجا الزلزال دمر البيوت علينا، لأنه هذه المنازل الموجودة أو البيوت القديمة والخطيرة جدا أنا بسميها، ما عندها إمكانية الصمود نهائيا قدام زلزال بهالطاقة،
دمرت كل هالبيوت على 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 من فيها. والخطر الأكبر إنه هذه المنطقة فيها بحدود ال 18 مليون إنسان. هال 18 مليون إنسان أكيد طلع قسم منهم بسيط جدا، ولكن بعد في ناس أحياء كتير تحت الركام، وبعد في ضحايا كتير تحت الركام. والخوف الأكبر من الرقم النهائي، من الرقم النهائي بدنا نشوفه. حرام يعني. واليوم بدي شدد أكتر وأكتر. بعطي معلومة بسيطة عن يعني لا تنحكي عن بلدنا. مدينة طرابلس اللبنانية، مدينة طرابلس اللبنانية هي مدينة من أهم المدن اللبنانية، هي بعد العاصمة، بعد العاصمة بيروت تجي طرابلس. ولكن مدينة طرابلس فيها أعداد هائلة من الأبنية التي لا تتمكن من الصمود أمام زلزال بست درجات أو خمس درجات ونص. فلذلك في أبنية في هالمدينة هذه بدها خطة طوارئ فورية. هالمدينة بدها تدخل الدول العربية ككل، بدها تدخل جامعة الدول العربية لينعمل خطة شاملة وسريعة جدا قبل ما نشوف زلزال أو قبل ما نشوف هزة. دكتور، بالحديث عن سوريا تحديدا، كما تتابع يعني أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها، ارتدت هذه الأوضاع على الوضع الصحي الطبي وكل الأمور المتعلقة بما يمكن تقديمه للمنكوبين وعمليات وفرق الإنقاذ في هذا التوقيت. هل أنت مع ما يحدث الآن بخروج السكان من منازلهم؟ كما ذكرت بأن كوكب الأرض كما تقول دكتور دوميت متأثر بمرور المذنبات وكل هذه الأمور العلمية، هل صحيح أن السكان الآن يجب أن يقوموا بالخروج من منازلهم حتى المنازل التي لم تتضرر أو تسقط في طبعا هذا الزلزال، لانتظار مرور شهر كما قلت للانتهاء من هذه الحالة ربما ومزيد من الاستقرار؟ ما بنقدر نقول لك شغله. الخطر الأكبر إنه نطيل على الناس من بيوتهم، إنه نقعدوا بالعراء بفترة جليد، ما بفترة فقيع، بفترة ثلوج. ولكن اليوم الحادثة، الكارثة حصلت، الكارثة اللي حصلت ما رح تعاد بالمنطقة ذاتها وخلص خلصت يعني هيدي. ولكن الخطر الأكبر إنه بدنا نشوف هل سيكون في منطقة ثانية أو منطقة ثالثة ورابعة وخامسة على كوكب الأرض ستتأثر بمرور هذا المذنب؟ هذا السؤال الأكبر. والنتيجة مفروض دول العالم ككل، مش وليس المنطقة العربية فحسب، دول العالم ككل مفروض يكون عنده جهوزية مواجهة وجهوزية التعامل مع أي كارثة من هالنوع فورية، من خلال استراتيجيات المطلوبة. وسائل الإعلام تكون عم بتحدد بسرعة شو في وشو الاحتمالية، وطريقة عدم المعرفة بسبب انه عدم المعرفة ايمتى رح يحدث زلزال. ولكن اليوم مفروض كل انسان عنده بيت مصدع او قاعد ببيت ما عنده الإمكانية الصمود بأي زلزال من هالنوع، انه بالاقل هو يعمل نوع من حمايه لغرفه ببيته، نوع من حمايه بغرفه ببيته بطريقه ما معينه، اذا تدمر البيت الغرفه اللي قاعدين فيها ما تتدمر وما يصير فيها اي كارثه تؤدي فيهم للهلاك. طيب بجانب نعم دكتور، بجانب الجاهزيه لحدوث مثل هذه الكوارث، هل يمكن التنبؤ بتبعات او ارتدادات او ربما كوارث وزلازل علميا يعني حتى وان يصعب التدخل في تغييرها بالطبع، ولكن هل يمكن التنبؤ بتوقيت هذه الزلازل؟ ولا بشكل. لحد اليوم اهم مراصد بالعالم واهم علماء بالعالم واهم دراسات بالعالم مستحيل يعرفوا اي متى بده يصير زلزال. ولكن انا من الاشخاص اللي عنده، وحكيت من شهر وبلغت انه عندما بده يوصل، عندما يوصل ويدخل المذنب الاخضر منطقة حرم المجموعة الشمسية، بكل تأكيد بصير عندنا زلازل وبصير عندنا كوارث، وهذا ما حصل. ما المشكلة نحن اليوم ما بياخذوا بعين العلم بنظرة اصحاب العلماء اليدات بالعالم. اليوم نحن امام خطر داهم. انا اليوم بقدم للعالم من خلالكم احدث استراتيجية مواجهة لكل دول العالم، احدث استراتيجية عمل وجهوزية لبدة العمل. نحن مستعدين نعطي الدستور العلمي لدول العالم ككل، كل دولة شو بدها تنفذ خطط ضمن نطاقها الجغرافي لتحمي شعبها. وهيدا الشيء كتير سهل وما عنده مشكلة. اليوم وين الخطر؟ إذا أخذنا اليابان وأخذنا المنطقة العربية، اليابان كل أبنيتها الحديثة جدا كلها معمرة، بناء جاهز لاستيعاب زلازل بقوة 9 درجات وما يصير شيء. لو كانت هالمناطق الموجود فيها هالناس المعترة، الفقراء المنطقة العربية، كان عندهم منازل
تتحمل درجة زلازل 8 درجات، ما كنا شفنا ولا ضحية وما كانت تأثرت وما كان صار شيء. نعم. اليوم مشكلتنا نحن لحد اليوم المنطقة العربية ومنطقة المنطقة ببعض دول العالم الثالث ما عندهم أي جاهزية لحماية حالهم، ولا ربما عدم جاهزية المباني مع قوة الزلزال كانت أحد الأسباب لما نتابعه اليوم من أعداد في الضحايا وحجم هذه الكارثة. الدكتور دوميت كامل رئيس حزب البيئة العالمية حدثنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.